بالنسبة السنة احنا اصحاب المزارع، مزارع الزبير وصفان وكل اغذية البصرة، السنة ضررنا كلش هواي. بالنسبة للامراض، امراض اجتنا السنة حدث بلا حرج، لان ليش الادوية تجينا بدون رقابة، ووزارة الزراعة معدومة كلش السنة، ماكو لها اي دور. والفلاح، الفلاح يعني يدفع من جيبه الخاص، يدفع ما يحصل شيء. يعني السنة إذا يظل الموسم هيك بدون دعم حكومي ولا شيء، احنا نضطر نبطل من الزرع، لأن أي إنتاج ما جاي نحصل. الأمراض هي أكثر شيء عن طريق الأدوية، الجو رطوبة وش اسمه، تجينا أدوية نكافح بيها ما جاي يسوي أي إنتاج، يعني أي وقاية ما تسوي. ليش؟ بدون رقابة. والله هي ما طول ماكو رقابة الحكومة تتحمل، ليش ما تتحمل؟ ليش احنا جاي نزرع علما، مو نصاد الاقتصاد البلد. يعني اذا انا ما ازرع وذاك ما يزرع، ظلينا البلد يضطر من فلان وعلان يجي، من دولة فلان ومن دولة علان، والدول بس تشوف اقل شيء تكض علينا. ليش مو صارت ب40 الطماطة من صدر لنا ايران، واحنا ضالين رحم الله والديك ودنا 10 سنوات؟ ليش يعني ليش هيك الدعم الحكومي معدوم للفلاح، وخاصة فلاح الجنوب؟ رجال فلاح، انا وجه رسالة للسيد الوزراء عادل عبد المهدي، يعني هل نشوف حالتنا؟ لا كيمياوي، لا لايلون، لا ادوية، مراقبة ماكو. يعني بهاي الحالة وين نروح احنا؟ يعني لا ما نزرع راح تطب علينا من الدول هم طماطة او ايه، فسحون المنافذ للدول الطب. احنا وين نروح؟ يعني حالتنا هل تشوفها؟ خسرنا خسارة كبيرة. نعم. ايه. شنو السبب يعني هذا؟ بعد السبب هاي الادوية ماك مراقبة عليها. نعم. ايه. يعني تقصير من النيادة لا دواء، لا كيمياوي، لا لايلون. الدولة قاعدة ما تدعم الفلاح. والله سبب أمراض، أدوية ماكو، دعم من الحكومة ماكو. يعني أدوية حتى نجيبها يعني مشترى سوق سوداء، يعني دعم من الحكومة يعني أبد ماكو. نعم. إلها دعم، إلها دور فعال. كل دور ما إله. أبد ما إلها كل دور. يعني بس جمعية هيش مجرد ماك شيء. رسالتك للمسؤولين أو المسؤولين؟ والله رسالتي للمسؤولين بعد المن. هل يشوفون هاي الزرع تدمار؟ وأدوية ماكو، دعم ماكو. يعني طماطم جاي تجي من الخارج. يعني بعد شو نقول لهم بعد غير هالحكي؟ حجي لي هذا الزرع شوف أنت بعينك. رغابة ماكو، دواء ماكو. هاي اخوي الحكومة لا تبدني، ها الدواء لا علي رقابة، مثل تجيب الدواء وتداوي بيه مرة مرتين ثلاثة ماكو. هاي اخوي نجيب الدواء نداوي بيه ما يسوي انتاج. وهل تشوف الطماطة صارت تقعة، طماطة احترقت؟ هاي اخوي الحكومة لا تبدني. زين احنا الفلاح وين نروح؟ راح نهاجر من العراق نولي بعد، وين نروح؟ قطعنا الجوع. يعني لا طماطم ما يعني نزرع وتروح وتموت، ها وكل منتوج ماكو، وين نولي؟ وين نطويهم؟ الحكومه خلت تدير بالنا علينا، خلت تمدنا بدواء، تمدنا بلايلون، تمدنا بشاي، يعني ماكو.
كله نشتري بالدولار هاي اخوي، وانتاج ماكو.